اي اف ام احلى راديو. عسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. هذه الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي ميد بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو الخصور الكلوي الحاد، وحاضره بحضنا دكتوره هيله، حاضره بحضنا دكتوره سامحني هيله داود، سامحني الغلط خطي مساوي لازم يطلع خطي شوي. تحضر وحدنا الدكتوره هيله الديو، طبيبه مختصه في امراض وزراعه الكلى وضغط الدم. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينتين. سمين تعالى من حسن الخط نتاعي. دكتوره مرحبا بيك بحدين. يعيشك. عايشك على السلامه وميرسي بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحه. ولو سوجي لي تري انتريسون، دونك ان شاء الله تتعدى إميسيون بيه. عايشك عندك صحة دكتورة، بارك الله فيك. احنا قبل ما ندخل في الموضوع، زميلتنا ملاك حضرت لنا ريبورتاج على القصور الكلوي الحاد، نسمعه بعد نرجعوا. في 2020 سجلت الأرقام في جميع أنحاء العالم زيادة بنسبة 20% تقريبا في أمراض الكلى. يصيب مرض الكلى المزمن أكثر من 850 مليون شخص حول العالم، يعني واحد من كل 10 بالغين. يسبب ما لا يقل عن 2.4 مليون حالة وفاة سنويا. يعتبر مرض الكلى المزمن السبب السادس الأسرع نموا للوفيات. في عام 2015 يعاني أكثر من 353 مليون شخص، ما يعادل 5% من سكان العالم، من الفشل الكلوي المزمن. في فرنسا مثلا يعاني ما يقارب 3 مليون شخص من ضعف الترشيح الكلوي أو أمراض الكلى المزمنة، ويتم التعرف على حوالي 90 ألف مريض يعانيوا من فشل كلوي مزمن في المرحلة النهائية. نبقوا مع فرنسا ونلقوا أنه الفشل الكلوي المزمن هو مرض تدريجي يصيب عشر سكان فرنسا في عام 2022، وتشير التقديرات إلى أنه حوالي 7 إلى 10% من السكان الفرنسيين يعانيوا من أمراض الكلى. والقصور أو الفشل الكلوي الحاد هو تلف الكليتين المفاجئ وفقدانهم القدرة على العمل بشكل طبيعي، ويحدث التلف المفاجئ هذا خلال ساعات وإلا أيام قليلة. تتضمن علامات القصور الكلوي الحاد احتباس السوائل، إرهاق، ضربات قلب غير منتظمة وغيرهم الأعراض. ويمكن أنه يحدث الفشل الكلوي الحاد إذا كان الشخص يعاني من حالة مرضية تؤدي لإبطاء تدفق الدم للكليتين، وإلا إذا تعرض الشخص لضرر مباشر للكليتين. وفما حالات أخرى باش نزيدو نتعرفوا عليهم اليوم، نتعرفوا خاصة إذا كان المرض هذا خطير وإلا لا، وشنو الطرق المناسبة لعلاجه. اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينتين. بيعطيك صحة زميلتنا ملاك، نرجع معاك دكتورة. هيت نشوفوا صحيح والغلط اللي تقال في الروبرتاج، وهيت نفصلوا ديجا خاطر نعرفوا بيزوما اللي فما القصور الكلوي الحاد والقصور الكلوي المزمن. واحنا موضوعنا اليوم القصور الكلوي الحاد، شنو الفرق ديجا بيناتهم؟ به القصور الكلوي الحاد هو فقدان حاد لوظائف الكلى، جنرالمون في مدة زمنية قصيرة من 48 ساعة إلى أسبوع الكلى تفقد الوظائف متاعهم. بينما القصور الكلوي المزمن يصير الفقدان بشكل تدريجي لوظائف الكلى. جنرالمون العبد يبدأ يكون عنده مرض مزمن كما السكري وضغط الدم، احنا أكثر هذوما زوز أسباب في تونس وفي العالم اللي يسببوا القصور الكلوي المزمن. دونك حتى الأعراض تكون حادة أكثر في القصور الكلوي الحاد، يعني تبين الأعراض متاعه. مش كما القصور الكلوي المزمن يكون مرض صامت جنرال ما منفيقه به كان في مراحل متأخرة. أسكو فما واحد فيهم ينجم يولي من مزمن يولي حاد ومن حاد أي هو بطبيعة القصور الكلوي المزمن ينجم هو إنسان عنده قصور كلوي مزمن وفي في الباركور متاعه في الحياة ينجم يعمل قصور كلوي حاد اللي ينجم يرجع للفونكسيون دو باز متاع الكلي وكما ينجم ما يرجعش. والقصور الكلوي الحاد إذا ما دخلناش فيسع وقمنا بالإجراءات اللازمة ينجم يتطور يولي قصور كلوي مزمن. بهيت نحكي توا على القصور الكلوي الحاد، شنو هو المرض هذايا وكيفاش نجمو فيقو به؟ دونك القصور الكلوي الحاد كما قلنا دونك فقدان حاد لوظائف الكلى، والتشخيص نتاعو جينيرالمون يكون بالتحليل، تحليل دم الكرياتينين. الكرياتينين تطلع يعني عندنا دي تو دو باز نتاع الكرياتينين نلقاوها طالعه، اليوري زيد تكون طالعه، نعملوا جينيرالمون زيد ليكوغرافي نتاع الكليوي. هذه بالنسبه للطبيب نشوفوا احنا شخص عادي، شخص عادي الاعراض معناها شو يعرف اللي هو اللي عنده مشكله في كليوي عنده مشكله في كليوي. دونك الاعراض باش تكون جينيرالمون فاشله،
يكون ماذا به يحب يرد ولا يرد كلمة، يتصير احتباس للسوائل، يعمل انتفاخ في الرجلين، انتفاخ في الوجه، تلقى تحت العينين زادة ينتفخوا، دونك ولا ساعات بالعكس يكون جاف، معناتها كيصير سورتو جفاف في الجسم والكل. تو بعد نحكيه على الانواع نتاع القصور الكلوي، بالعكس يولي ضرب قلبه يولي دق بالقوي، دوخ تقوم تلعب عليه الدوخه، يعني حاجات كيما هكايا. اسكو الاعراض هذوما تجي على مراحل ولا فجاه يجيو كل مع مع اي كيما قلنا في 48 ساعه هكيكا يعني في 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 ساعات. علاش نجموا يصيروا المشاكل هذوما في الـ في الـ في الكلاب؟ اي النجم يصيروا خاطر فما هما ثلاثه اسباب معناها اللي تسبب القصور الكلوي الحاد، يا اما اسباب نقولوا لهم بريرينال، معناتها الكلوه لاباس عليها لكن الدم اللي يدفق لها ينقص برشا، معناتها ايبو بيرفيزيون تصير للرا، الدم اللي يجيها ينقص برشا في حالات كيما جفاف الجسم، العبد ينشف من الماء، تو احنا في السخانه باغ اكزومبل والكل نعرق والكل، ما نعوضوش هيك السوائل اللي يخرجوا منا والكل، ولا عبد جيه دياري ولا حاجه، دونك ينقص كميه الماء في البدن، دونك ينقص الدم اللي يدفق للكلوه، يصير قصور كلوي حاد. ثم زيدا العبيد اللي عندهم امراض القلب وامراض الكبد والكل، يصير زيدا نقص في تدفق الدم للكلوه، جينيرالمون الدم هذيك السوائل هذوك يكونوا موجودين في بلايص اخرى، يا اما العبد يتنفخ في 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 الصفيق نتاعو، في في رجليه، في في القلب، يعني السوائل اللي يبداو متوزعين في اماكن اخرى والدم يبدا ناقص من السوائل، دونك ما يوصلش الدم بالباهي للكلوه، دونك هذيك يسبب لنا قصور كلوي حاد. ثم زيدا اللي كوز معناتها يتسميو بوسترينال، بعد كيف كيف الكلوه لابس عليها لكن تصير انسداد في المسالك البوليه، كيما عبد عنده الحصاء جينيرالمون لازمها تكون بيلاتيرال مش شيرتين، معناتها مش تجم تعطينا قصور كلوي حاد، خاطر كي تصير من شيره برك انسداد الكلوه الاخرى تعوض، دونك ما يصيرش القصور الكلوي الحاد، والا عنده ران فونكسيونيل يونيك، معناتها كلوه برك تخدم، دونك وقتها زيدا تجم حتى من شيره برك تجم يصير لنا القصور الكلوي الحاد. فما زيدا الاورام يبدا ورم، يا اما في المسالك البوليه والا ورم حتى في معناتها مش في المسالك لكن في بلاصه قريبه للمسالك اللي تدز على المسالك البوليه وتعمل لنا انسداد ويصير القصور الكلوي الحاد. فما زيدا امراض المثانه دونك اللي عندهم امراض المثانه حتى لي فيستينوغولوجيك يتسميو امراض المثانه، مثلا مرض المثانه العصبي اي. فما زيد الامراض نتاع البروستات كيما الانتفاخ كيما اورام البروستات، هذوما كلهم جينيرالمون كيف يصير تضخم ولا يصير كيما قلت لكم ورم ولا حاجه ينزل على المسالك، دونك يصير تصير انسداد على الحالب والكل ويصير القصور الكلوي الحاد. معناها الكلوه هي بحد ذاتها ما فيها شيء لكن اللي المسالك هما اللي فيهم مشكله يصير قصور كلوي حاد. النوع الثالث تو هو باش نحكيو عليه بعد الفاصل. فكركم اللي موضوعنا اليوم هو القصور الكلوي الحاد، وحاضر بحثنا الدكتوره هيلا داود طبيبه مختصه في امراض وزراعه الكلى وضغط الدم. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. رجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل نصف النهار. موضوعنا اليوم هو القصور الكلوي الحاد، وحاضره بحدينا الدكتوره هيلا داوي طبيبه مختصه في امراض وزراعه الكلى وضغط الدم. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. نكملوا دكتوره مع النوع الثالث. دونك النوع الثالث هو الكليه هي تتضرر بحد ذاتها. شنو الكلية؟ هي متكونة من حاجات، تجم حاجة منهم تتضرر طوق تعطينا قصور كلوي حاد. ثم الأنابيب، معناتها مرض الأنابيب، ثم مرض الكوبيبات، ثم العروق ينجموا يتمسوا، وثم الانترستيسيون، معناتها هذوما الأربع حاجات اللي كي حاجة منهم تتضرر تجم تعطينا قصور كلوي حاد. أكثر نوع شايع هو الأنابيب، اللي هي جينيرالمون تتسمى لانيكروس توبولير ايغو، اللي هي جينيرالمون الحقيقة تبرى، معناتها كاين شي في حالات نادرة أنه هو ما تبراش، يعني في ظرف نورمالمون جمعتين ثلاثة يتحسن المريض وترجع الكلى تسترجع الوظائف نتاعها العادية. بس هذوما أبرز الأسباب. أبرز الأسباب. كيفاش يصير دكتوره التشخيص نتاع المرض هذا؟ التشخيص نتاع المرض كيما قلت لكم الساعه، دونك نعملوا تحليل كرياتينين، كرياتينين نلقاها طالعه في الدم،
تشخيص بيغمان معتها بيولوجيك بتحليل الدم نلقاو الكرياتينين طالعة. دوك نعرفوا اللي هو الإنسان مصاب بقصور كلوي حاد. ثم تحليل يوري زادة نلقاوه طالعة، لازمنا زادة نكملوا بإيكوغرافي باش نشوفوا فماشي الكلوة قداش التايم تاعها، نشوفوا فماشي انسداد في المسالك البولية. دوك الاسبي متاع الكلوة ديجا يزيد إنه غانساني على سبب نقولوا احنا القصور الكلوي. كيفاش نجمو نتفاديو دكتور المرض هذايا، كيفاش نجمو نعالجو؟ المرض ان فيت القصور الكلوي الحاد كما قلت لكم فما برشا اسباب، جينيرالمون اكثر عباد سوسيبتيبل انهم يعملوا معناتها قصور كلوي حاد هما العباد اللي ديجا مصابين بالقصور الكلوي المزمن. يعني عبد تلقاه عنده قصور كلوي مزمن ناتج على مرض معين، السكر ولا الدم والكل، جينيرالمون هو اللي اكثر عباد يعملوا قصور كلوي حاد. لازمتهم يتبعوا الدواء نتاعهم كما يقول لهم الطبيب، لازمتهم يتبعوا كما قلت لك عند الطبيب الكلى نتاعهم باش زاده ثم ادويه ينجموا يسببوا هذيك القصور الكلوي الحاد، يحاولوا يبعدوا عليهم. ديجا مش كاين المرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن، العباد الكل ديجا لو تو ميديكاسيون من اكثر الاسباب اللي تعمل لنا القصور الكلوي الحاد. العباد اللي تاخذ فيك لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان كيما ما حسنوا ما غير ما نسمي تاخذ لي الادويه نتاع التسطير لي باراسيتامول معناتها بصفه متكرر، المضادات الحيويه من غير ما تستشير الطبيب وما غير ما تصير ادابتاسيون نتاع الدوز حسب العمر حسب الوظائف نتاع الكليوي حسب برشا حاجات. دونك كل ما اون ايفيت لوتو ميديكاسيون وانو ناخذ دويات وحدنا كل ما نتفاداو معناتها القصور الكلوي الحاد. اسكو فما اغذيه معينه تنجم تتسبب والا تعكر اكثر الحاله نتاع القصور الكلوي المزمن الحاد والا لا؟ بالنسبه للاغذيه بالطبيعه فما سورتو اذا كان عبد مثلا نقولوا احنا مصاب بالحصى الكلوي فما اغذيه معينه لازم يتبعها ويتبع الطبيب نتاعو شنو هو الرجيم اللي نتاع الحصى هذيك باش ما يصيرش انسداد، ما يكبرش الحصى وما يصيروش دي ليتياز معناها دي كالكول اللي يسدوا المسالك البوليه. دونك الماء عنده دور ولا لا بالطبيعه؟ الانسان لازمته يشرب كميات كافيه نتاع ماء سورتو مع تتوف في الصيف، العبد ينشف بالماء نعرقه برشا كذا، لازم نعوضوا كالسوائل اللي نخسروهم. دونك نشربوا كميات كافيه نتاع ماء، سورتو العبد الكبير راهو ينقص عنده الشعور بالعطش لازم ديما يخلي دبوسه ماء بحذاه ويشرب. العباد زاد اللي ياخذوا مدرات البول، دونك دويات نتاع ضغط الدم فيهم ديجا مدرات البول، دونك يخسروا برشا ماء لازم يعوضوا الكميات الماء هذوكا. باش نسالك سؤال فوالا نوع الماء دكتورة، خاطر من غير ما نسميه بيان سور الماركات نتاع الماء يقول لك فما ساعات فما حاجات تقراها في الاتيكيت هذيك اللي موجوده على الماء وترد بالك خاطر فما برشا حاجات يذولي في المكونات نتاعو لازمك تبعد عليهم سورتو اذا كان عندك مشاكل في الكلاوي. بالطبيعه هو اذا كان ثم مياه مثلا ريش امبوتاسيون مثلا لازمتنا نحاولوا نبعدوا عليهم اذا كان عندنا قصور كلوي مزمن، هكاك وقتها الطبيب نتاعك هو اللي يرشدك يقول لك شنو. مي جينيرالمون الماء اللي باهي للكلاوي اللي يبدا ريش اون بيكربونات. والملح والحم الاحمر دكتور الحمراء به الملح اخطر حاجه للكليوي راهي الملح معناها الاستهلاك المفرط للملح راهو يعمل لنا القصور الكلوي الحاد والمزمن. يعني واحنا استهلاكنا برشا في تونس نستهلكوا ياسر الملح وكلي فاست فود، اهم حاجه انه نبعدوا على الماكله هذيك بتاع الشارع المقليات كما قلت لك الحاجات المالحه زيد السكريات العجين. دونك نحاولوا حتى اذا كان كلينا حاجه عجين مره في الفطور ولا في العشاء المره الثانيه ناكلوا حاجه بالشعير ولا بالاروز برغل يعني الحاجات هذوك. كيفاش نجم نعالجوه دكتوره القصور الكلوي الحاد؟ القصور الكلوي الحاد في التريتمون عندنا دو فولي معناها حاجتين. اول حاجه لازمتنا نعالجوا لي كومبليكاسيون خاطر راهو القصور الكلوي الحاد ينجم يكون خطير برشا وينجم حتى يسبب الوفاة معناها إذا ما نفيقوش في صعب المرض وما نعالجوش لي كومبليكاسيون، خاطر هو يفرعس الأملاح ينجم يطلع لنا نسبة البوتاسيوم في الدم اللي تجم تأثر على الريتم نتاع القلب وتجم حتى توصل واحد الإنسان يعمل أريكاردياك معناها. دونك نسبة البوتاسيوم ينجم الماء يطلع حتى للرويري
دونك يولي عبد نسميوها اوديم دو بوما. بيان سور حاجه خطيره برشا جدا جدا, نجم حتى راهو انسان قصور كلوي حاد يرقد به في الانعاش, معناها حاجه خطيره برشا. يطلع له الماء للرويري, تصير احتباس للماء, يطلع للرويري يعمل له اوديم نسميوها دو بوما. دونك سا دو اتر تريتي رابيدمون, لازمنا هذوك ال دونك لي ديوريتيك دونك المدرات نتاع البول باش نحيو هذاك الماء ونجمو حتى نوصلوا للتصفيه, معناتها لتصفيه الدم, غسيل الكلى, باش نصلحوا الاوضاع هذوما, نعدلوا الملاح, نحيو هذاك الماء زيد, يصير زاده ارتفاع نقولوا لها اسيدوز, معناها في الاحماض اللي لازمنا نطيحوهم. دونك هذايا الكل يسمى تريتمون سيمتوماتيك اللي لازم يصير رابيدمون في اقرب الاجال باش نمنعوا العبد من الموت. وباش نمنعوا الكلاوي لازمنا نعالجوا السبب نتاع القصور الكلوي. اذا كانوا مثلا مشكله في المسالك البوليه نبعثوه رابيدمون للطبيب نتاع المسالك البوليه باش يصرح لنا هذيك المسالك. اذا مشكله بريرينال كيما قلت لكم جفاف جسم ولا حاجه, لازمنا رابيدمون نعديو له السيروم والتغذيه باش يطلع دوك يطلعوا السوائل في البدن. واذا مشكله عضويه في وسط الكلوه لازمنا نشخصوا رابيدمون بتحاليل نتاع بوله, نجمو حتى نوصلوا ناخذوا عينه من الكلوه باش نعرفوا شنو السبب العضوي نتاع الكلوه ونداويوها. يعطيك الصحه دكتوره, الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. نستقبلوا تليفونات معنا. مدام حبيبه من قربه, مرحبا بك مدام حبيبه. مرحبا, عسلامه, صباح الخير مدام. صباح الورد يا لاله, مرحبا بك ومرحبا بقربه. عايشك, مرحبا بك ومرحبا بكل اللي تابعينك الكل بالاداره نتاعك الكل. عايشك, بارك الله فيك. معك الكل, عايشتي, فرحك يا مدام, يفرحك. انا نسمع فيك من قبيله ولا كلام معقول تقول فيه اللي عند اللي حكيته لي كله هو عندي انا. ايه اللي تحكيته الكل هو عندي انا, ماكش قول عليك في قلبي. حسيلو انا ما عندي, عندي مجرى البوله ما يمشيش, تسريح البوله هذاك, البوله الصغيره ما تمشيش. ايه هذا ما قلتش شنو الحل نتاعو. باهي اسمع انت, خاطر ساعات تجيني غالبا نقول لك اللي عندي اللي سمعته من عندي بكل عندي, وساعات مش هو بالضبط. انت شنو عندك بالضبط مدام حبيب, وهي تو الدكتوره تفهم بليزو مو الحاله اكثر. اي انت شنو المشكله نتاعك بخلاف المشكله نتاعك؟ مجرى البوله, مجرى البوله الصغيره ما تمشيش, ما تتفرحش, كنجي نستريح بوله الماء ما نجمش نستريح. كان هذه برك المشكله, ولا عندك حاجه اخرى مخلقين؟ برد عندي, البرد حاشيك, البرد خاطي, البرد عندي الروماتيزم, مشيت للطبيب نتاع اختصاص في نابلس. باهي احنا نحكيوا على الكلاوي. باهي نجم نجاوب, انت نجم تساله الدكتوره عندك شحال. اي هو اهم عرض بالحق, معناتها البوله تنقص برشا, هيك كيفاش نعرفوا القصور الكلوي الحاد, البوله تنقص والا تجم حتى ما عادش الانسان يولي عنده بوله جمله. هي حسب ما فهمت خليها تفسر لك حبيبه, وانت هاك اسمعنا, كانت هكاك ترجع لك. باهي كان الحكايه هذيا جديده, معناها توا وليت ما عادش تجم, ما عادش عندك بوله ولا نقصت برشا البوله, لازمتك في ساعه تمشي للطبيب وتعمل تحليل الكرياتينين باش تعرف شنو هو المشكل, وتعمل ايكوغرافي يعني تصويره على الكلاوي وعلى المسالك باش نشوفوا ثم ماشي انسداد ولا حاجه هي اللي خليتها ما عادش تبول, معناها فهمت. مدام تسمعني مدام, تفضلي. انا مشيت لشرنيكول, مشيت لطبيب اختصاصي في كلاوي, هو اللي بعثني لشرنيكول في تونس, هو اللي بعثني كلاب الكلاوي. سامحني مدام حبيبه, التحاليل اللي قالت عليهم توا الدكتوره عملتهم انت ولا لا؟ لا ما عملتش على التحليل الكلاوي, ما عملتش. اي فوالا, هي تو عطاتك ثنيه صحيحه وطريقه صحيحه اللي تنجم تمشي وتعملهم التحاليل هذوما اللي هي طلبتهم, باش انت تنجم تعرف اسكو عندك مشكله في الكلاوي ولا عندك مشكله اخرى. فهمتي مدام حبيبه؟ فهمتك, عن شقتي فرحك. اسمعني دقيقه برك, سامحني. انا تمشيت لطبيب الكلاوي, هو اللي بعثني لشرنيكول, عمل لي تصريح المسالك البوليه, عمل لي تصريح. فهمتك, معناتها ديجا سي انت عندك فهمتك, معناها عندها مشكله في المسالك البوليه. اي بالضبط, هكاك عين شختي هكاك. مشيت لطبيب الكلاوي قال لي كلي في نابل غاديك, طبيب نابل انتم راكم تعرفوا بعضكم, قال لي برا مشي للشرنيكول. مشيت للشرنيكول, جي من رانديفوات الفور, رانديفو قاعد وما نجحتش, عندها ما نجمش نستريح. فهمتك, حتى الموعد نتاعها ومازال عندي. تنجم قلها تمشي للاستعجالي, انت تنجم اذا صارت مشكله والرونديفو نتاعك مازال بعيد تمشي للاستعجالي. باهي في الاستعجالي يشوفوك ويشوفوا يعديوا عليك, وينجموا هما يتصلوا وقتها بحاله استعجاليه بالطبيب نتاع الكلاوي ونشوفوا شنو المشكله. باهي ان شاء الله بلطف عليك مدام حبيبه, دونك حاول تسمع الكلام اللي قالته لك الدكتوره. نمشيو للنصر, احنا معنا مدام منيا. مرحبا بك مدام منيا. وبيك, عايشك. عسلامه, مرحبا بك. عسلامه, عايشك, تفضل. دكتور
دكتوره عسلامه. انا يسلمك يعيشك. انا عندي الوالده هابطه خرجت شويه، نخاف لا تولي لي الكلاوي. هل ترى تولي الكلاوي ولا لا؟ سمحني هي الوالده شنو؟ ما سمعنيش الكلمه. خرجت شويه الوالده هبطت شويه. الوالده اي طبيبه وعطتني الدواء وكل شيء، اما انا قد خايفه كلي نخاف لا تمسليش الكلاوي. والله مش نقول لك، هو راهو الكلاوي كيما قلت لك يتمسوا، يا اما نعملوا ايكوغرافي باش نثبتوا ولا نعملوا تحليل الكلاوي. انت اذا خايفه فما مشكله في الكلاوي، عندك نقص بوله، عندك حاجه، امشي اعمل تحليل كرياتيني. انا الوقت الحاضر هذا باهي. الوالده عندها دخل في المشكله نتاع الكلاوي ولا ما عندهاش؟ لان نسال الطبيبه دقيقه برك. شوف استروا للعبيد باش نجم تعرف اسكو اللي قلت لي قالته هي نجم يكون مشكله يتسبب في مشكله في الكلاوي. بون سا ديبون، معناها فما برشا انواع، ما عنديش فكره شنو بالضبط اللي عندها، معناها اكزاكتومون لازم طبيبها هو اللي يوجهها، اللي تبع عنده والكل هو يوجهها، يقول لها اذا ثم مشكله لازمها تثبت. فهمت كل شيء، ليكوغرافي ودرا شنو درا شنو. اي عملتهم اي، اما كل عندي شويه الورده خارجه شويه، خايفه لا تعمل على شكاره التربوله. اي انت اذا عملت التحاليل وعملت التصاور اللازمين وما فما شيء لاباس، ما تخافش معناها. لا لاباس قتي لاباس، حتى حاجه خايبه زاد عملتها اكل فروتي. اي مش حاجه خايبه الفروتي، بالعكس تحليل باهي، لازمنا ديما نعملوا ونشجعوا نسي انه يعملوا الفروتي على خاطر حاجه مفيده للصحه في عمر معين باهي. اي ان شاء الله بلطف عليك. عليك مدام منيا. نمشيو لسليمان، معنا مدام راضيه. مرحبا بك مدام راضيه. الو عسلامه، ذهبت سوف تعود مدام راضيه. سينو دكتوره معنا باهي. مرحبا مدام راضيه تفضل. يا اختي انا عندي كثره التبول. اي كثرة التبول معناتها عديت، معناتها قال لي عندي كلفيات في مجرى الماء. اي وعملت معناتها تصوير على الكلاوي، قال لي الكلاوي لاباس، ما عندك كلفيات في مجرى الماء. نعم. هي ما عطاه لك دواء ولا؟ نعم اي هي كثرة التبول، عملت التحاليل كل السكر، لازم نشوفوا زاد كثرة التبول من الكلاوي ولا ثم أمراض أخرى. كثرة التبول تجم تكون سببها الكلاوي، تجم يكون سببها حاجات أخرين معناها. عندي العروق، أنا عندي الباريس. اي لا ما عندهمش دخل لي فاريس. لازمك الحقيقه تدور طبيب مختص اللي هو ينجم يطلب لك التحاليل اللازمه باش نعرفوا شنو هو السبب نتاع كثره التبول. فما برشا اسباب لكثره التبول. باهي هو كي قال لك عندك التهاب في المجرى نتاع البول، عطاك دواء لاباس تحسنت؟ اسمع انا مشيت للطبيب العام عطاني دواء، نقصت شويه ما رجعت للحاله. لازمها تمشي لطبيب مختص. لازمك تمشي لطبيب الكلى. لازمك تمشي تشوف طبيب نتاع كلى يا راضية، هو ينجم ينصحك خير. مش مجاري الماء، معناتها مش مختص في مجاري الماء، مجاري الكلى. كيفاش سامحني ما سمعتكش؟ مش مختص في مجاري الماء ومسالك الماء مسالك الماء، مختص الكلى. نمشي طبيب كلى والا مسالك اذا ثم اذا التهاب مسالك سيء عندك كونفيرمي وكل شيء، يمشي لطبيب مسالك. اذا مشكلة كثر التبول، خاطر هذوما زوج حاجات ديفيرونت، ولي امشي لطبيب كلاوي. فهمتني؟ باهي عايشه في عايشه. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله باللطف عليك مدام راضيه. دكتوره اسكو لي زانفيكسيون اورينير ينجموا يتسببوا ولا يكونوا هما في قصور؟ اي دونك لي زانفيكسيون اورينير سبب انه ينجموا يعملوا قصور كلوي حاد. ديجا هي التهاب، يصير ديجا التهاب في جزء من اجزاء الكلى اللي قلت لكم عليه هو الانترستيسيون، دونك يصير التهاب كبير بالجرثومه هذيك وتجم تسبب قصور كلوي حاد. دكتوره اسكو الخطر جينيرال احنا من بكري نحكيو اللي ساعات فما مشكله في البوله، فما نساء يسمعوا فينا قاتلنا خطر جينيرال مون المراه الحامل بثقل البيبي معناها نجم يتسببلها ممكن مشاكل في التقصر تعمل لي زانفيكسيون. اي جينيرالمون المراه الحبله تجمع لي اكثر عرضه باش تعمل لي زانفيكسيون اورينير. وخاطر حكينا على لي زوديم في ساقين وكل شيء، دونك تفاجئوا
هما يقول لك مشيتي يطلع من الكليوي اسكو نجم يكون اي المراه الحبله كي تنفخ ساقيها لازمنا نعملوا تحليل البوله البومينه جينيرالمون نشوفوا فماشي بروتين في البوله هذيك علاش اي امراه حبله يتنفخ ساقيها لازمتها تعمل تحليل بوله اوبليغاتوارمون نشوفوا فماشي دي بروتين في البوله خاطر وقتها فما برشا هذيك تسمى مرض كلى في وسط في وقت الحبله جينيرالمون زاده ساعات تكون التنسيون طالعه مربوطين ببعضهم دكتوره والا اي مربوطين ببعض لازم تطلع تنسيون تبدا طالعه باش نعرف اللي فما مشكله في البومينا لا تجم تكون بروتينوري ايزوليت تسمى معناتها بومينا ما غير من غير تنسيون وما بعضهم يكونوا لو تابلو تسمى دو بري اكلامبسي معناها مرض هذيا اللي يعمل ارتفاع ضغط الدم والبومينا صحيته عند الحامل واللي هي حاجه راهو معناتها تجم تكون خطيره لازم في ساعة طبيبك طبيبها وطبيب كلاوي جينيكولوج وطبيب الكلاوي يتعاونوا مع بعضهم باش ان شاء الله هي والبيبي يخرجوا لاباس يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك معنا عربيه مرحبا بك عربيه السلام عليكم عسلامه لاله مرحبا تفضل يعيشك دكتوره بربي انا عندي راجلي يعاني من قصور الكلى المزمن وقعد تو يعالج والكل انا نحب نعرف اسكو فما بديل للدياليز اللي يعملوا فيه ولا لا فما حرابش يقولوا لي فما حرابش البرا قاعده صايره نحب نعرف انا فما حرابش توا موجودين برا ولا مازال ما فماش فما كان تصفيه معني حسب ما فهمتك ينحي دياليز وياخذ الحرابش هذوما يعطيك الصحه باهي نجاوبوها دكتوره لا ما فماش اذا وصلت المرحله النهائيه الكلاوي ما عادش الفونكسيون نتاعهم تخدم فماش حاجه تجم ترجعهم يخدموا معناها اذا وصلنا للمرحله النهائيه والطبيب قال له راهو سيء وصلنا للمرحله النهائيه ولازم التصفيه مستحيل نجم يكون ثم دواء اللي نجم يرجعهم خاطر ديجا الكلاوي يضمروا معناتها كي يوصلوا للمرحله النهائيه يضمروا وينقص التاي نتاعهم ما عادش ثم دواء اللي نجم يعاود يخدمهم لو جديد سيء الخلايا تموت معناتها نتاع الكلوه ما عادش ثم دواء ينجم يرجعهم يخدموا هي يذولي سؤالها الحرابش هذوما ينجموا يعاوضوا التصفيه مش باش يرجعوا الكلاوي للحاله نتاعها ما في عود يقدم شي للتصفيه ياخذ الحرابش لا لا ما فماش باللوجيك حتى ما فماش لازم صعيب ياسر فما ميكانيزم كبير راهو باش الدم مئات الليترات معناتها كل يوم تتعدى لازمها تتصفى معناها ما فماش دواء اللي ينجم يصفيهم هكا ميراكيلوزمون معناتها يعطيك الصحة دكتورة إن شاء الله بلطف علي مدام عربية نمشي وراد معنا سندس مرحبا بك سندس صباح الخير يا دكتور صباح الخير مرحبا تفضل زي أنا نسمع فيك والله ترجعك شوية كمان أنا عندي 17 كرياتينين جو سوي ديابيتيك دوبوي 40 طون نشرب في أنتي انفلاماتوار أنا مانيش باش نسمي دخلت في لي ميديكامون اللي معناها دو باز خاطر يدي هيك عندي نوروباتي ديابيتيك ومن العيد يدي ما عادش نجم نحرك عطاوني اونتي انفلاماتوار وليت خايفه هذه اللي قالت عليك كي تشرب اونتي انفلاماتوار معناها توقف انا جو سوي بيان سويفي والكل فماش نعمل نعاود توا ولا كيف نوقف خايفة اي عندك الحق الحقيقة تخاف خاطر راهو لي زونتي انفلاماتوار راهم يضروا الكلاوي بالباهي بالباهي وانت كلاويك ديجا مضرورين معناتها الكرياتينين ديجا طالعة لازمك تحافظ عليهم هذيك الفونكسيون اللي مازالت فيهم الكلاوي لازمتك تحافظ عليها وما تخوش لي ميديكامون اللي نجموا يضروا الكلاوي لي زونتي انفلاماتوار راهم مضرين بالكلاوي دونك لازمتك توقف عليهم سينو انت تنجم ترجع يدك il faut trouver d'autres solutions ترجع للطبيب نتاعك قول له لي زونتي انفلاماتوار راهم كونتر انديكي بالنسبه ليلي عندي انا الكلاوي تاعبين ثم d'autres solutions راهو لل معناتها لي زونتي انفلاماتوار ماهوش كان هما اللي نجموا يداويو معناتها المرض نتاعها تجم ترجع للطبيب نتاعك يلقى لك d'autres alternatives باه ان شاء الله بلطف عليك مدام سندس حاول تسمع كلام الدكتوره وتحاول ترجع لطبيبك خاطر بلي هو اقدر انه يقيم الحاله نتاعك اكثر خاطر يعرف الدوسي نتاعك ويعرف الحاله نتاعك اكثر نمشيو للصفاقس معنا سي الحبيب مرحبا بك سي الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام سيدي مرحبا تفضل يا اختي هاجر تحيه ليك والدكتور اللي معاك دكتوره تعيشك عايشك ربي يفضل تفضل سي الحبيب نسمع فيك باي او كان نقول لك من الاول انتم جنود وباقة ورود انتم مبدعون وفي قلوبنا باقون تعملون ليلا نهارا لا تسأمون رعاكم الودود رب الوجود يعيشك بارك الله فيك يعطيك الصحة صح. انا بالنسبة لي انا
معناها مشيت وحللت ورجلت معناها ما عنديش كلاوي. اي الحمد لله. عندي بروستات. اي. وتوا الطبيبه الله يرحم والديها اللي مشيت لها معناها نتاع السكر عطاتني معناها دويات فهمت وانا قاعد نستعمل فيهم فما نتاع دم خاطر عندي 17 دم. تفعليك. لا يا وصبر تو الحمد لله معناها عمر الساعي باقي كما يقولوا. لا لاباس ان شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير يا سي الحبيب. يعيشك 76 ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربي يشدك بالصحة. وان شاء الله بحول الله لان ماشي نبعث جواب الغبيه اللي فاهم عندي الادريس كل شيء ان شاء الله الاخت من الاخوات غبيه معناها تقدم لك معناها ورقه فيها شعر وفيها كذا وهيك عباره عن الكتاب ان شاء الله اللي ماشي نعمله. عايشك عايشك يعطيك الصحه يا سي الحبيب بارك الله فيك. هاكا توا الملخص انا معناها حللت وعملت كل شيء واني نعمل في الدويات. فهمت؟ نحب انا توا مجالي معناها هي مش تبعثني الطبيبه لنتاع المجاري البوليه على البروستات البوليه. فهمت؟ انتم شنو تنصحوني وكو؟ باهي باش نجاوبك دكتور. اذا عندك البروستات لازمتك تشوف طبيب مسالك بوليه هو هو الاختصاص نتاعو دونك يشوفك ويشخص الحاله ويطلب لك التحاليل اللازمه. باهي يعطيك الصحه دكتور ان شاء الله بلطف عليك سي الحبيب. احنا باش نعملوا لهم ملخص اهم الحاجات لازم يتفكروا في دقيقه من زمان دكتوره توت سويت في الكونسي دو جور. كونسي دو جور. تفضل دكتور. به القصور الكلوي الحاد راهو مرض خطير. هذه اهم حاجه لازمها توصل دونك لازم رابيدمون ناخذوا اون شارج المريض ونعالجوه رابيدمون باش زيد ننقذوا العبد من الحياه ومن الخطر وننقذوا الكلوه. اي انسان عمل القصور كلوي حاد راهو نسميوها احنا الكلوه نتاعو تولي سنسيبل ينجم يعاود يعمل قصور كلوي حاد مره اخرى ولازم يحافظ بالباهي على كلته خاطر في اي وقت ينجم يعاود يعمل قصور كلوي حاد. لازم نشربوا الماء بالباهي سورتو في بيريود الصيف خاطر ننشفوا من الماء. لازم نحاولوا ناكلوا اغذيه صحيه متوازنه نبعدوا على الفاست فود والمقلي وكل شيء. الاكتيفيتي فيزيك راهي هامه على الاخر معناتها مارش كل يوم راهي تحمينا وتحمي الكلاوي نتاعنا. العباد اللي عندهم مرض كلوي مزمن لازمتهم ديما يقعدوا يعاينوا عند طبيب الكلى نتاعهم ويتفقدوا التحاليل نتاع الكرياتينين دو فاسون ريغولير معناتها ديما باش نمنعوا هذيك التطور نتاع المرض الكلى المزمن بهذوك القصور الكلوي الحاد اشاك فوا. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. كانت بحذانا الدكتوره هلا داود طبيبه مختصه في امراض وزراعه الكلى وضغط دم. شويه اخر باش نحكي لكم على التسمم الغذائي في الصيف تكون حاضره معنا اخصائيه التغذيه اسماء سعيدي دونك اقعدوا معنا تابعونا. يعطيك الصحه دكتوره بارك الله فيك. يعيشك يعطيكم الصحه على الاستضافه وميرسي بوكو. يعيشك الله يخليك. دونك احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل نصف النهار ما تبعدوش بعيد. انا راجعه